ضيوفنا وضيوف حضراتكم ابداع، ابداع وزاره الشباب، وده ابداع جامعات مصر وكليات مصر ومعاهد مصر. الشباب المبدع الحقيقه، اللي انا شخصيا يعني حاسس بفخر شديد جدا ان شبابنا، لان دول كانوا لو ما كانتش اتعملت المسابقه دي كانت عدت المساله، ولا كنا شفنا دول ولا شفنا غيرهم. احنا بقالنا سنين طويله ما بنشوفش المبدعين بتوعنا، ما بنشوفش المواهب بتاعتنا، لان الوسائل التربويه اللي هي الموسيقى والادب والثقافه والرياضه وكل ده اتلغى من المدرسه المصريه. فدول كتر خيرهم ان احنا لحقناهم في الجامعه وقدروا يعملوا لنا هذا الكلام. ده الكورال، ده جزء من الكورال بتاع وزاره الشباب. الكورال بتاع وزاره الشباب فيه اكتر من 100 واحد، ما بين عازف وما بين الاوركسترا، اسف في الكورال، الاوركسترا بتاع الوزاره فيه اكتر من 100 واحد. وعندنا الكورال دول النخبه بتاع جامعات مصر اللي احنا هنلتقي بيهم من النهارده ان شاء الله وفي الاسابيع اللي جايه باذن الله. المفاجاه النهارده الحقيقه المايسترو الدكتور عز الدين طاهر، استاذ التاليف الموسيقي بمعهد العالي للموسيقى العربيه، وواحد من اللي كانوا محكمين وواحد من المولودين والمشرفين، واللي هم النهارده تجربه انا بقرا ان هو من اللي هم دلوقتي في التجربه ديت، ومهم جدا وجوه اصحاب الخبرات. انا كنت في الحلقه الرابعه بتاعتنا في الاول ما طلع رابع حلقه في البرنامج، وكانت اول حلقه في ابداع، كنت قلت وماذا بعد، ماذا بعد ابداع؟ طيب هم شفنا دول وطلعنا وعملنا مسابقه وعرفنا ان دول كويسين وموهوبين، خلاص يعني حكايه كده ويومين وثلاثه كل واحد بيروح لحاله، يلا يلا، ولا هيبقى في حاجه تانية؟ ده اللي بقى هعرفه من المايسترو عز الدين طه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، الله يحفظك، اهلا بحضرتك. هل الحكايه هتنتهي كده؟ ان شاء الله. والشباب اللي زي الورد ده ولا لا 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 ان شاء الله اللي قاعدين دول. مساء الخير عليكم الاول، انا نسيت اسلم عليكم الاول. لا ان شاء الله المستقبل حلو قوي. وزي ما وعدنا حضرتك ان احنا هنبتدي نطور، احنا بنبتدي الاول نكتشف الاصوات الجديده والعازفين الكويسين، وفي دلوقتي المايستروهات الجديده بنطلع جيل جديد من المايستروهات، فيعني شغالين في كل النواحي، يعني مش مقتصرين في ناحيه. فاضل بقى الحاجه الجديده ان احنا نعمل اغاني جديده خاصه بالاوركسترا. فاحنا ابتدينا باول حاجه كده، حاجه وطنيه بتتكلم عن تاريخ الاغاني الوطنيه اللي اتقالت عن مصر من اول صفر علي ومرورا بعبد الوهاب وشاديه وهاني شاكر، وهنخش للاغاني الحديثه، وعاملين لها مقدمه ونهايه، شعر شاب جديد اسمه محمود اسماعيل، ومعلش هي في البدايه الحان انا، وبعد كده داخلين في اغنيه تانية ان شاء الله جديده هتبقى كلها شباب واللي هينفذوها شباب، وفي اغنيه فعلا اتفقنا وكتبنا نواتها برضك اغنيه وطنيه. واحنا ماشيين في الجانب الوطني دلوقتي، لكن ان شاء الله عايزين نخش في الجانب العاطفي ونخش في جميع القضايا اللي بتتكلم عن اللي تهم الشباب. طيب. انا بقى عشان خاطر احنا طلعنا يعني، انا في حاجه وعايز اسال، ولو حد من مبدعينا اللي قاعدين دولت عنده ده يقول لي فيها. احنا طلع لنا كده مره واحده مصطلح قال لك الاغنيه الشبابيه. يعني انا مش قادر افهم الاغنيه الشبابيه دي يعني ايه. مثلا صغيره، يعني هي مثلا حجمها صغنطه، عمرها صغير، وزنها خفيف، لها شكل، لها لون، يعني حدوته صنفنا الامور. وبعدين فوجئنا ان في كلام بيتقال، كلام ما يرقاش ابدا لاي كلام، انه ممكن يكون ده شعر ولا حاجه، وموسيقى لا ترقاش ابدا، يبقى ده فن، وبرده بسؤال الشباب، وكان الشباب عايز هذا الكلام. هل ده حقيقي؟ لا طبعا. يعني عبد الحليم حافظ، عبد الوهاب لما طلع كان شاب. طب هل الاغنيه بتاعت عبد الوهاب القديمه دي مش اغنيه شباب؟ ولا هو عشان اختلاف الزمن مع اختلاف تطور التكنولوجي وتطور فكر الشباب وكده، لكن ملهوش دعوه بالاسفاف. يعني ان انا اغني اغنيه حلوه متواكبه مع التكنولوجي اللي انا فيه، ومتواكبه مع الافكار الجديده ومع تطور الفكر للشباب، ملهاش دعوه ان انا اغني غنى في اسفاف ولا. لكن هو انا في رايي ان في جزء من جزء من الاتهامات التي حملها شباب او وجهت الشباب، وكانه الشباب عايز ده وده الشباب بريء. اعتقد ان هو الكلمه كلمه تجاريه عشان يسوق للشباب، عشان يعني الشباب هم اكتر يعني حد بيشتري اغاني وبيسمع. عايزين نشوف الشباب اللي عمل، عايزين نشوف الشباب الجميل اللي عمل. نبتدي كده مع بعض. ماشي يا فندم، اتفضل يا فندم. لا هديه.
طب نخليها زي ما انت. يلا ده مصطفى، مصطفى مختار محمد عيسى حربي، وهتغني بتاع دار المكن ماهر العطار. زي ما حضرتك عايز في عناية ربنا دي بكلمة شعبنا، دي أمنة بتاعت عناية ربنا بكلمة شعبنا أم كلثوم. أم كلثوم وأمنة عبد العزيز مش كده؟ لا يا ستي أمنة.
دو دو Yeah.
جميله واعده. والالحان دي كمان الحان يعني مش متداوله قوي للاسف، بس الحان جميله لام كلثوم. طب انا عايز اسال حضرتك، حضرتك بتقول انه لحن مش متداول، واحنا بنحاول نقدمهم نقربهم يعني نلفت النظر، اجيب لحن مش متداول ولا اجيب لحن يعني ام كلثوم عندها يعني مثلا حاجات تانية في الوطني في ودن الناس، يعني هل الهون اللي بيبقى افضل المش متداول زي مثلا الاغنيه الاولانيه بتاعت دار المكن مصطفى دار المكن، ولا يعني انا الهون عشان اقرب بس عشان خاطر ما احنا بنحاول ننحت في الصخر، يعني احنا بنحاول يعني نقول لا ده مش الكلام اللي بيتعمل ده مش هو الفن، ودولت اهم دول الفن، عشان انتوا بتختاروا ساعات انا مش عارف، عشان ربما يكونوا انتوا صح انا مش عارف، انما على الاختيار ان احنا لا احنا عايزين احنا بنقدم اغاني معروفه، اغاني اللي هي متداوله كتير والناس حافظاها يعني، لكن برضك بنضيف عليهم اغاني الناس زي ما تكون بتسمعها اول مره، والناس تقيم وتشوف الفن الجميل دوت لما اول يعني مره المقصود تسمعه. ان بدي فرصه للمستمع ان انا يشوف كانها حاجه لاول مره، بالظبط اول مره يسمعها. طب هو اللي بيعمل ديت ما هو برضه بيبقى يعني مصطفى، انا حسيت ان دي الاغنيه يعني ما هو اصلا يعني حتى الراجل ما غناش كتير عم ماهر اصلا يعني، انما انتوا ادرى يمكن دي على ود المستمع بتبقى او دي بنشوف. هي الفكره ان حضرتك بتعرض حاجات ما كانتش مسموعه قوي للناس، فتقول لهم لا ده في بص في اغاني تانية غير اللي انت سامعها، واسمعها بفكر الجديد بتاعك دوت، هل انت قابلها هل انت حاببها. وهنا التقييم بتفرق من حد لحد، لكن احنا لازم نعرض كل الاشكال حتى الحاجات اللي مش متداوله عشان هو في محمود ابراهيم دلوقتي هيغني لو عديت لرشدي. استاذ محمد رشدي كان يعني ده اللي عمل مواويل، وده لما طلع يعني ايه حصل في مصر ربكه يعني حليم حافظ ذات نفسه كش. عبد الحليم نفسه كش يغير اللون يعني. هل بقى نقدر نشوف محمود يكون حضر حاجه موالات مواويل؟ طب يلا ما نشوف فضل. محمود ابراهيم محمود يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي لو كان شي لي يا وطن كنت وجدك يا مصر، كان شي لي يا وطن كنت وجدك يا مصر. وشوف
في الأرض نيل وزرع ضفاف النخيل وشق في الأرض نيل وزرع ضفاف النخيل وابني الهرم من جديد وعيد تاريخنا البعيد ابني الهرم من جديد ابني الهرم لو عادي
تسلم لنا مصر الحبيبة. برافو عليك يا محمد، ده ايه الجمال ده يا محمد والله. ده في ست عزة دلوقتي بقى، ياسر عزة ياسر. عزة غني حبايب مصر. عايز تظبط حاجة؟ عايز تظبط حاجة؟
اسمع لي يا بشر، وبقى اسمح لي بس احيي مصطفى حربي وامنة عبد العزيز ومحمود ابراهيم وعزه ياسر اللي هم غنوا الاغاني ديت. وعايز اروح بقى لكورال شهدان فاروز وشهدان فاروز وبسمه ثروت وتقى محمد. تقى مش احنا تقى ولا انا بسمه؟ لا انا تقى محمد ورانيا عجمي وخالد جمال ومعتز محمد وكريم مجدي وعمرو سلام. عندنا الموسيقيين بقى على بول على هناك على الطبله هناك في الاخر. احنا خلاص عرفنا بعض يا بول. ها، واحمد محمد عزيز الدين في الرق، ولانا عبد الحميد قانون، مصطفى البشبيشي كمان، ومصطفى شبانه برضو كمان. النهارده احنا معانا، انتوا متواصلين كمان النهارده؟ طب ما فيش عود يعني مثلا؟ يعني مصطفى شبانه وعصام رفعت كمان وعبد الرحمن مصطفى حلمي كمان وبسمه صادق كمان وعبد الله امام اورج ومصطفى نبيل بونرز ودف. فين مصطفى؟ ده هناك قاعد هناك. عبد الرحمن وعبد الرحمن علاء. فين عبد الرحمن؟ ده غطسان. فين يا عبد الرحمن؟ وامل عمرو عبد المنعم فهمي الحسين اكورديون. ده ايه الاسم ده الكبير ده؟ امل ده انت ايه يعني؟ ولا كده عايز سؤال بقى في الموضة بتاعت القانون. عايز اسألك الموضة بتاعت فكرة النهاردة دلوقتي بقى في كتير قوي بنات دخلوا السكة بتاعت، يعني كان زمان عبد الصالح وايام ام كلثوم وكم ما فيش حد بيقدر يخش في السكة دي، الاصابلي وما حدش يقدر يخش هنا. ايه اللي حصل؟ من على المايك اللي عندك ده. ده لا يا مصر معلش البتاع ده زر. لا اتك من هنا من او من شغل ده احسن. ايوه اسال ليه البنات بيعزفوا قانون؟ طب ليه بالصوت بيعزفوا قانون؟ يعني ايه يعني الهجمه دي؟ يعني لكذا سبب. دخلت دراسه وفي ناس دخلت ان هو بهارتهم يعني بالشكل وكده، واللي هو ليه كاريزما كده في وسط ال يعني ليه حدوته في وسط الموضوع يعني الكاريزما بتاعته يعني. لا بس في موضه ولا انتوا ولا؟ لا مش موضه يعني، هو بس فتح فصل بس في الاوبرا وكده، فكله بقى حب ان هو يخش بقى يشوفه يعني. هنعزف بقى قانون بقى. طب انت عزفتي حاجه قبل على قبل كده غير قانون؟ انا بدات في كونسرفاتوار ببيانو. بيانو بس حاجه مختلفه تماما مش كده ولا؟ مش قوي قوي. ده دول حاجات محطوطة كده والتاني كده يعني؟ لا هما شبه بعض، بس هو بس بتعمل بصباع واحد، البيانو بتعمل بإيديه كلها يعني. هو بس استاذنك اضيف بس حاجة صغيرة. اول حاجة كتكنيك هو مريح للبنات، العود شوية في مشكلة، الكمانجة بتبقى فيها صعبة فعزفها عايزة مذاكرة كتير، فهو القانون من الالات المعقولة في مذاكرتها، ما هياش محتاجة مثلا زي الكمانجة وتشيلو وكونترباس. تشيلو فيه مشكلة كده، فهما يعني زي ما تقول حابين الموضوع عشان لسهولته اللي هو عشان افق كده. تاني حاجه ان هو قائد، فهم عايزين يبقوا قواد. اعتقد ان في الدكتوره ميس عبد الغني. لا ما احنا دكتور، احنا بنتمس كترنا يعني. لا الدكتوره ميس عبد الغني كانت ليها كاريزما طبعا، استاذه القانون في عندنا في معهد الموسيقى العربيه، فشدت البنات بكاريزمتها بقعدتها الحلوه الشخصية ديت فشدت بنات. عايز اسال مصطفى شبانه في ال، عايز اسالك مصطفى في الكمان، هل يعتبر الكمان اصعب آلة؟ من اصعب الآلات يعني، يعني هي والتشيلو والكونترباس الحاجات دي آلات صعبة. هي يعتبر يعني اصعب آلة. ليه؟ لان حجمها صغير وهي اصعب، عبارة عن اربع اوتار، فمن خلال الاربع اوتار دول المفروض نطلع لحن، عكس مثلا البيانو. يعني انت الاربع اوتار بتطلع منهم حاجة. عكس انت لما في الاربع اطار اللي هم على دول على الكمانجا. فدول المفروض انك انت بتطلع المفروض منه. انا فانا يعتبر انا اللي بعفق النغمه بنفسي، عكس مثلا البيانو. البيانو النغمات كلها جاهزه قصادي وانا بدوس، لكن الفكره في مسكتها والفكره في المذاكره بتاعتها، فده طبعا بيبقى محتاج مجهود اكتر، عشان كده يعتبر هي اصعب آلة. ان خلال الاربع اطار دول انا بطلع منهم لحن كامل، فانا المفروض بمسك في كل نغمه انا بذاكرها لوحدها، فده اللي خلى الكمانجه يعني بتبقى صعبه. هو المقصود بعد اسم مصطفى يعني ان انت لما بتعفق يعني بتدوس بصباعك على الوتر. فاهم فاهم انا عارف هو ده عمال يعمل كده. يعني ممكن يحط صباعه حته غلط وتحط، فدي عايزه وقت. شغلانه ما هي بالظبط. طب عمال موهوب يعني بنقول لواحد موهوب في حاجه، ما هو موهوب ليه يعني؟ عشان سريع وعالي يعني. انما لو
اصل انا يعني بيني وبين كمان انا بحب جدا الموسيقى، بيبهرني دايما اي حد يعمل الصوت ده بالخير، لان انا علاقتي لما دخلت زمان ايام ما كان في موسيقى في المدرسه، فيبدو ان كمان كان قديم مدرسه القناطر الخيريه كانت وفي اولى اعدادي ولسه بقى الهوايات بدب البتاع كده الاثنين اتقطعوا طبعا ده عهده وبتاع. لا 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 اللي حصل لا ده ما اقولكش على اللي حصل لي يعني فاهم. بس هو انا يعني حته ان في حاجه اسمها آلة صعبه وآلة سهله، لا كله عايز مذاكره وعايز مجهود وعايز موهبه، فلا كل الآلات عايزه مجهود يعني. طيب نلحق بقول الاغنيه بتاعتكم 10 دقايق الاخرانيه نلحق بقى نلحق. دي اغنيه من كلمات الشاعر محمود اسماعيل الشاب، شاب جديد كده يعني، احنا ضفنا دي اللي بتعملها جديده. دي طيب. يعني هي فكرتها ان احنا بنتكلم عن تاريخ الاغنيه من اول سفر علي مرور ابو عبد الوهاب وهاني شاكر وشاديه، بنتكلم بناخد مقتطفات من كل اغنيه وعاملين المقدمه والنهايه كلمات. يلا عشان نلحق وربنا يسهل تعجبك. ربنا المستعان. دي باكوره انتاج الاوركسترا في الاغاني الخاصه ولسه جاي، لسه في معانا شاعر جديد لازم نقول عليهم برضك، محمود الشرقاوي شاعر هايل هايل، بنحضر له ان شاء الله في حلقه من حلقات حضرتك نقدم له الاغنيه الجايه ان شاء الله. يعني في شباب طالعين ما شاء الله حلوين قوي 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 يعني. ان شاء الله ان شاء الله. I'm gonna make it.
الله الله، ده ايه ده؟ دي باكورة انتاج اوركسترا وزارة الشباب والرياضة، واللي جاي ان شاء الله الابداع لسه مستمر زي ما بنقول يعني. ان شاء الله عندنا شعر جميل، الشباب الجميل ده احسنتوا احسنتوا قوي بجد. طب نقدر نقول هنشوف امتى ده؟ ده خلاص، ده احنا يعني حفله ورا حفله وبرنامج ورا برنامج ان شاء الله على كل النهارده. دكتور امل الصراحه يعني متوليه الموضوع بهمه جميله. لا جميله، وانت معاك شباب بيتفوق على نفسه كل يوم، انا شايفه يعني بيتفوق على نفسه في كل يوم. والله انا متفائل جدا، متفائل جدا ان شاء الله. في ناس زي حضرتك كده بتدعم. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله ان شاء الله. من زمان وانت بتدعم الشباب يعني. انا يعني معلش عايز انك ارجع تاني واشكر الدكتوره امل مجهود الكبير جدا جدا اللي هي بتعمله، بتعمل مجهود خرافي ما بتنامش يعني. والله بتبقى حاضره مش عارف مجلس الشعب ايه ومش عارف ايه وايه، وبعدين تيجي تحضر البروفات بتاعه الاوركسترا لغايه الساعه 1 و2 بالليل، وترجع عندها شغل تاني يوم الصبح يعني. لا يعني ربنا في الاول والاخر انا عايز اقول ان وزاره الشباب، منظومه وزاره الشباب عاملين حاجه كويسه، وهم راهنوا ورهانهم كان صح، والدليل الشباب المبدع اللي احنا شايفينه. بشكركم جدا وبشكر حضرتك جدا. بنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. وبشكر حضراتكم، تصبحوا على خير.